شهد هذا المسجد وجود عمالقة، عمالقة التلاوة، عمالقة الابتهالات، عمالقة الخطابة، فهذا المسجد لابد أن يكون له برنامج دعوي متميز سواء في شهر رمضان أو في غيره من الشهور. إن شاء الله في شهر رمضان هيتم تكثيف الدروس والندوات اليومية، هيتم إعطاء الدرس عقب صلاة الفجر وعقب صلاة الظهر وعقب صلاة العصر، ودرس بين ركعات التراويح في مقرأة لقراءة وتصحيح تلاوة القرآن الكريم عقب صلاة الفجر يوميا، وتمتد يعني حتى بعد شروق الشمس. يستقبل المسجد أسئلة الرواد وفتاوى المستفتين طوال اليوم في بروتوكول تعاون ما بين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، حيث يحضر أحد ممثلي دار الإفتاء المصرية يوم السبت والأربعاء من كل أسبوع. الضوابط التي يعني وجهت بها وزارة الأوقاف للأئمة والخطباء خلال شهر رمضان؟ الإمام يلتزم التزاما كاملا طوال شهر رمضان بمواعيد الحضور بالزي الأزهري بجدول وزارة الأوقاف والخطة الدعوية لوزارة الأوقاف. ممنوع الراحات والأجازات طوال شهر رمضان، السفر للخارج أو كذا إلا بإذن الوزارة. فالأئمة بيبقى يعني شهر رمضان بالنسبة لهم شهر طوارئ على مستوى الجمهورية. يتم النظر للمسجد والمساجد خاصة التي بها اعتكاف، يكون الإمام متواجد فترة أطول ويكون هو المسؤول عن الدروس حتى في غير أوقات عمله، يكون متابع لأمر الاعتكاف حتى لا يكون الاعتكاف وسيلة لوجود جماعات أو وجود أي فكر يسيطر على المسجد في خلال فترة غياب الإمام. شروط الاعتكاف بتحددها وزارة الأوقاف كل سنة، بتحدد مساجد معينة على مستوى الجمهورية، وفي مساجد تم تحديدها على مستوى محافظة القاهرة، ليس من بينها مسجد السيدة زينب لاعتبارات أمنية نظرا لوجود صناديق للنزور وصعوبة تأمين مثل هذه الصناديق في وجود معتكفين يجلسون في المسجد 24 ساعة، ولكن تم توفير البديل في مساجد كبرى ومساجد يعني حتى يتم العمل على راحة المعتكفين.